أعظم فضيحة يوم القيامة، من أعظم الفضائح يوم القيامة، أن يلتفت أهل الدنيا أهل الموقف يوم القيامة وهم حفاة عراة غرل، النار قد جذبت وجاء ربك والملك صفا صفا، ثم يأتي رجل من هذه الأمة مائل الشدق يسحب رجله مشلول مشلول نصفي، فإذا التفت الناس إليه ورأوه عرفوا جريمته، جريمته لهم رأتين ما لا مع أحدهما على الأخرى، وظلم تلك لمصلحة الأخرى وأعطى تلك حق تلك. عندما أشرع الله أو فتح الله للرجل باب التعدد جعل له ضوابط، البعض منا إذا أخذ الثاني يهدم بيت الأولى، والله لو عمرها 100 وتطالبك بليلتها وجب عليك وفاؤك بليلتها. بعضهم ينفق على الصغيرة يقول ذي عندها عيال كبار، الكبار ينفقون عليها، إذا هي ما وافقت فإن النفقة، إن حطيت في يد الصغيرة 1000 حط في يد الكبيرة 1000، إن نمت هنا نم هناك. وبعضهم يقول يا شيخ كبيرة ما عندك مراية يا حبيبي شوف وجهك الله يعفظك، هي اللي كبرت بالحالة وانت ما كبرت.